يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ذكر: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما معنى حقها في هذا الحديث؟ حقها الذي هو أركان الإسلام، حقها أركان الإسلام، إذا جحدوا شيئا من أركان الإسلام فإنهم يقاتلون. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، وقال إن الرسول يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله. نعم.